كلام نفسك، لا 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 لا، حريه شخصيه، سنابي زي سنابك زي سناب اي احد في العالم. طيب طالما اني جزء من الحريه الشخصيه استاذ هاني انه الناس حتنتقد، بس انت بتعطيهم بلوك، يقال انتقدوا، يقال انك انت كثير البلوك. اعطيهم بلوك وحاعطيك بلوك. طبعا امزح معك. طب كويس انك قلت لي عشان اعمل انفولو، لان انا بتابعك في سناب، حعمل انفولو قبل ما تعمل لي البلوك. على العموم لا لا احنا لا راسي على تسلم وشكرا. وطبعا يعني هو يعني نقاش لمحاوله فهم يعني نشاطك على سناب. نحن بنشكرك جدا على وجودك معنا. كان معنا من جده الفنان السعودي هاني ناظر.